السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم صينية بطاطس مش في الفرن، على نار البوتاجاز من فوق. أحلى صينية بطاطس بتاعت أمهاتنا بالدهن بدون أي حاجة فيها. نملى اللحمة أو الفراخ زي ما أنتوا عايزين، السمنة أو أي مادة دهنية أنتوا بتستخدموها، نزل عليها بالبصل والشرايح، نقطعها له كده ونسويها يتحمر ياخد تحميرة حلوة. بعد كده وسعنا تاني، هننزل البطاطس المكعبات، مكعبات كده يعني معمولة مقطعة كده سميكة، يعني نفذها كده مش رفيعة، مش هي مسكرة طالما هنحمرها كويس. نزلنا بقرن فلفل حامي أو بارد زي ما انتوا عايزين، ناخد كل ده بقى تقليبها مع بعضها كويس. لازم البطاطس تتحمر كويس زي اللحمة اتحمرت كده، والبصل لازم برضه هي كمان تاخد تحميرة حلوة كده. بعد كده ننزل عليهم بالملح والفلفل الأسود، مفيش توابل أكتر من كده لو عايزة الطعم الحلو بتاع زمان. نزلنا بالطماطم المعصورة الفريش زي ما انتوا شايفين كده، نديهم برضه التقليبة الحلوة مع بعض، ونخلي بقى النار عالية عليهم، ما نوطيش إلا لما يغلوا ويتسبكوا كده مع بعض كويس. بعدين ننزل عليها بالشوربة بتاعتنا، بس المقطع ده اتحذف للأسف. أنا بحط الشوربة كمان كده، غيروا مع بعض كويس، وطينا النار عليهم. أحلى طعم بطاطس بتاعت زمان، البطاطس الجميلة بتاعت أمهاتنا وجدتنا. ايه رأيكوا بقى في البطاطس الجميلة دي؟ هتاكلي احلى طعم. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم. السلام عليكم.